سؤالا مهما، وهو الآن يوجد قراءات، فمن أين جاءت هذه القراءات؟ والرسول عليه الصلاة والسلام بأي قراءة كان يقرأ؟ رسولنا صلى الله عليه وسلم بأي قراءة كان يقرأ؟ هذا كمن يسأل ماذا كان مذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم، شافعي أو حنفي؟ تمام، هذا السؤال مثل هذا السؤال تماما. وسأجيبكم، لكن ربما يفوت الدرس كله في الجواب. لكن والله مهم، كثير من الناس يقول كيف يعني قرآن واحد، كيف تختلف القراءات؟ وسبحان الله، رحم الله شيخنا الشيخ أديب الكلاس. شيخنا الشيخ أديب الكلاس هو كان يعطي هذه المادة، أصول التفسير وعلوم القرآن. طبعا بالإضافة إلى العقيدة والفقه، شيخنا الشيخ أديب الكلاس من العلماء الكبار جدا جدا جدا، يعني رحمه الله. فلما مرض مرضا أقعده، طبعا كان عمره 80 سنة، كان هو يدرس هذه المادة، فسبحان الله شرفني ربي سبحانه وتعالى أن أسند لي هذه المادة بعده، فدرستها سنوات. فكيف نفهم يا مولانا؟ هذا مهم، القراءات. وكيف نفهم الأحرف السبعة؟ وكيف نفهم جمع سيدنا أبي بكر للقرآن ثم جمع سيدنا عثمان للقرآن؟ يوجد جمعان للقرآن، تمام مولانا؟ فيا شيخ يوسف، هذا ولو فوتنا الدرس في هذا الجواب ليس خسارة، أو أنت لا تريد؟ أنا مشربي واسعة. إيه تمام، يعني يمنة يسرة كله تمام، فوقانية تحتانية تمام. إيه؟ اسمع سيدي، ثبت في الصحيح أن هذا القرآن نزل على 7 أحرف. في البخاري ومسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يقرئني وأنا أستزيده. لماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يستزيده وجبريل يزيده؟ حتى قرأ القرآن على 7 أحرف، نزل القرآن على 7. لا تقل لي ما هو الحرف، يعني النبي صلى الله عليه وسلم جبريل يقرأ الآية، نعم، ثم يقول له طبعا بأمر الله يعني زدني من الأحرف، فيقرئه نفس الآية بطريقة أخرى، ثم يقرئه القراءة بطريقة أخرى، تمام؟ ليس فقط تكرار بدون تغيير، مع التغيير. يعني يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، فتثبتوا. مثلا هذه القراءة كان يقرأ، أنا طبعا لست قارئا، لكن مما يقرأ مثلا الوقوف عند الهمزة، تمام، الوقوف عند الهمزة يوجد سكتة قليلة، الإمالة مثلا القراءة على الأصل أو على القلب، كيف نبي
نبي، لأن النبوة مأخوذة من النبأ. فعند قراءة يا أيها النبي ليس النبي، وهكذا النبيين إلى آخره. فما زال يقرئه حتى يكتفي. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: نزل القرآن على سبعة أحرف كلها شاف كاف. مر سيدنا عمر بن الخطاب كان يصلي خلف إمام، فقرأ الإمام قراءة للآية لا يعرفها عمر، فهم به، يعني صبر نفسه حتى انتهت الصلاة، ثم أخذ قال: إذا لا تعرف القراءة لماذا أنت تقف إماما؟ قال: كيف لا أعرف القراءة؟ قال: أنت قرأت بشكل أنا لا أعرفه. قال: هكذا قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: غير صحيح. قال: اذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذهب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام يختلفان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عمر اقرأ. فقرأ فقال: هكذا أنزلت. قال للرجل: اقرأ. قرأ قال: هكذا أنزلت. فأولا يجب أن تفهم أنه لا يوجد قراءة أحد يقرأها بالقياس. اسمع، كل قراءة يقرأها القراء مسموعة من فم رسول الله. لا يوجد قرآن بالقياس أبدا أبدا أبدا. يعني قاعدة، مثلا النبي صلى الله عليه وسلم قرأ كذا، نحن نقيس نقرأ مثله، أبدا. المهم، العلماء اختلفوا. طيب لماذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يستزيده؟ اسمع يا مولانا، لأن قبائل العرب لسانهم مختلف. هؤلاء 20 لسان يوجد جامع، هؤلاء لكن أصولهم سبعة. أكبر القبائل، يعني مثلا أنت مر معك في النحو ما الحجازية والتميمية، يعني ما تعمل عمل ليس عند الحجازين، إعمال ليس أعملت ما دون إن مع بقى النفي وترتيب زكن كما قال ابن مالك. تمام. التميميون لا تخرج معهم، يعني مثلا الحجازيون يقولون ما هذا إنسانا، التميميون لو أرادوا لا يستطيعون. مثلا الله قال ما هن أمهاتهم، هم لا يستطيعون أن ينطقوا هكذا. كيف ينطقون؟ ما هن أمهاتهم، هكذا يتكلمون. فنزل القرآن أيضا بهذا وبهذا. بنو تميم يقرؤون ما هذا بشر إن هذا إلا ملك كريم، نحن نقرأ ما هذا بشرا، وهكذا. فالنبي كان عليه الصلاة والسلام يستزيده حتى يسهل على العرب، فكل عربي يتعلم القرآن بحسب ما يستطيع أن يلفظ. يعني الآن أهل اليمن لاحظوا كيف، مع أنهم فصحاء لكن لهجتهم لكنتهم مختلفة، وهكذا. معنى يختلف؟ لا يختلف. مثلا ووصى بها إبراهيم بنيه، يوجد قراءة وأوصى بها إبراهيم بنيه، وصى أوصى. اسمع يا مولانا، الأحرف السبعة هي القراءات السبعة. انظر الخطأ الآن، هل يوجد فرق بين الأحرف السبعة أو القراءات السبعة؟ القراءات السبعة ظهرت في القرن الرابع الهجري،
الأحرف السبعة نزلت على رسول الله عليه الصلاة والسلام. انتبه الآن ماذا حصل. سيدنا أبو بكر جمع القرآن متى؟ لما مات قتل 70 من القراء في اليمامة مع مسيلمة الكذاب، فالقرآن كان مفرقا، جمعوه حتى لا يضيع. انتبه الآن، أما جمع عثمان بن عفان لغير ذلك. في زمن عثمان انتشر الإسلام ودخل الناس وتعلموا القرآن. الآن ما كانوا يعرفون، إذا أنا مثلا في بلاد بعيدة وأقرأ القرآن، هل هذا خطأ أو هذا حرف أنا لا أعرفه؟ انتبهوا مولانا، مثلا إنسان يقرأ، أنا سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم فتبينوا، سمعت هذا الرجل يقرأ فتثبتوا، طيب هذا خطأ أو يوجد قراءة؟ ما عاد الناس يميزون. فجاء حذيفة ابن اليمان قال يا خليفة رسول الله أدرك القرآن. وعند ذلك جمع سيدنا عثمان لجنة وقال اجمعوا كل المصاحف وأحرقوها وأكتب القرآن بما يوافق الأحرف السبعة وأخرجوا ما ليس منه. فكتابة عثمان رضي الله عنه لموافقة، لذلك أحيانا أنت قراءتك حفص تنظر تجد مكتوب، تجده مكتوبا بما ليس كما تقرأ، مختلف، هذا يوافق قراءة أخرى وهكذا. فكتب المصاحف، كتب المصحف الإمام اسمه بما يوافق الأحرف السبعة وأخرجوا ما ليس من القرآن منه، لأن الصحابة بعضهم كان يكتب بطرف الآية، كان يكتب تفسير أو حديث، ولذلك الآن جاءت قراءات شاذة. مثلا عند الحنفية كفارة اليمين يجب أن تكون صيام 3 أيام متتابعة، أخذوها أظن من مصحف ابن مسعود، لأنه هو هكذا في مصحفي، فصيام 3 أيام متتابعات. هذه شاذة، كيف عرفنا أنها شاذة؟ لأنها غير موجودة في مصحف عثمان. لذلك أصبحت القراءة المقبولة لها 3 شروط. ما هي؟ موافقة اللغة العربية، قواعد يعني، موافقة الرسم العثماني، تواتر السند أو صحة السند، لأن في القراءات الثلاثة التي فوق العشرة فيها مشهور، ليس كلها متواتر، بعض الوجوه، أصل القرآن كله متواتر، اسمعها حتى لا تنقلوا عني خطأ، آيات القرآن كلها متواتر، لكن بعض الوجوه، يعني لا يوجد آية غير متواترة، لكن بعض الوجوه مالك يوم الدين متواتر، ملك يوم الدين هذا موضوع. اسمع الآن، سأقول لك شيء أنت يمكن ما سمعته من قبل. الإمام النسفي رحمه الله ينقل كثيرا، يقول هذه قراءة أبي وقرأ أبو حنيفة كذا، وقرأ أبو حنيفة كذا، وكل ما قرأه أبو حنيفة كله يخالف
لا يوجد قراءة صحيحة. اصبر. نعم، الإمام النسفي يقول: وقرأ الحسن البصري وأبو حنيفة كذا، وقرأ وكله شاذ ومتوا وليس موضوع. سبحان الله، أبو حنيفة إلى هذا الحد لا يعلم. بعد ذلك جاء وقال، انتبه سأقرأ لكم العبارة، الإمام النسفي، يعني أنا أتعجب من ذلك، كان ينقل ولا ينبه، يعني تفسير النسفي ينقل ولا ينبه، في الإكليل بينه، قال: كل القراءات المنسوبة إلى حنيفة وضعها محمد الخزاعي، الآن هذا اسمه، ها موضوعة، يعني أستاذ موضوع بمعنى ليس قرآن، ليس قرآنا ولا سمع من رسول الله ولا. فانتبه مولانا، افهموا مني ماذا أقول. القرآن الكريم كل آياته متواترة، لكن يوجد بعض الوجوه مشهورة مشهورة، فبعض العلماء يقبل، بعض العلماء لا يقبل. ولذلك القراءات ابن مجاهد جعلها 7 قراءات. إلى الآن ما قلت لكم كيف نشأت القراءة، سأقول لكم. جاء ابن الجزري زاد 3 قراءات، زاد 3 قراءات فيها بعض الوجوه التي ليست في القراءات 7 الأولى، بعض الوجوه. طبعا ليس ابن مجاهد والعلماء قبل ابن الجزري لا يعرفونها، يعرفونها، لكن ما كانوا يقبلون إلا المتواتر. هو ابن الجزري، على فكرة ابن الجزري شيخ القرآن في التاريخ، يعني هو لو يصح أن نقول هو شيخ من قبله ومن بعده. يقول العلماء: ما جاء مثل ابن الجزري في التاريخ. نعم، وطبعا هو صاحب طيبة النشر في القراءات 10 إلى المتون الأخرى. فهو الذي زاد 3 قراءات وجدها يعني فيها شروط الصحة. اسمع يا مولانا، المهم أولا أقرئكم ماذا قال. ها الإكليل، الإكليل، هذا الإكليل، هذا الإكليل، هذا المجلد الأول في سورة الفاتحة، عند أن تذكرتني ملك يوم الدين، ذكرتني يا مولاي. نعم، انظر ماذا يقول النسفي، تعال اجلس في جانبي هنا. وقرأ أبو حنيفة والحسن ملك يوم الدين. نعم، انظر الآن هنا أين تعليقه، هنا الإكليل، ها هنا هنا، وفي نشر ابن الجزري ماذا يقول. القراءات المنسوبة لأبي حنيفة رحمه الله
التي جمعها أبو الفضل محمد بن جعفر الخزاعي ونقلها عنه أبو القاسم الهذلي وغيره لا أصل لها. قال أبو العلاء الواسطي: إن الخزاعي وضع هذا الكتاب ونسبه إلى أبي حنيفة، فأخذت خطوط الدارقطني وجماعة أو خطوط جماعة على أن هذا الكتاب موضوع لا أصل له. بالعكس، يعني هذا إكرام لأبي حنيفة؟ ليس إكرام، بالعكس، يقرأ قراءات لا تصح، لا أبدا من حيث النقل لا تصح أبدا، فهذا فيه عفوا فيه تجهيل لأبي حنيفة. يعني ما قرئ عن أبي حنيفة قراءة صحيحة، لا يصح هذا الكلام. فيه نظر ها؟ فيه نظر. أي فيه نظر؟ في النسف في العبارة نظر. ينقل هكذا؟ لا يعلق عليها، وهذا غير صحيح، غير صحيح. ماذا نفعل؟ يعني نسفي يقول قرأ أبو حنيفة كذا، قرأ ويمشي لا ينبي يقول هذا غير صحيح كذا وكذا. نسفي خطأ، يعني كان ينبغي أن ينبه، ما تنبه أن هذا موضوع على أبي حنيفة. طبعا انتبه، بعض العلماء يقرؤون حديث موضوع ويقولون قال رسول الله، لا يتنبهون. فإذا أحاديث عن رسول الله ليس عن أبي حنيفة، بعض العلماء لا يتنبه. فالنسفي ما تنبه، ما في مشكلة يعني هذا، لكن خطأ يجب أن نتعلم. ثم فيه إساءة إلى أبي حنيفة، يعني ليس فيه إكرام، فيه إساءة إلى أبي حنيفة. ما قرأ قراءة صحيحة، وهو إمامكم وإمام الأئمة، لا يجوز أن ينسب إليه هذا. المهم أيضا هذا ها هنا موجود هذه، تعال ها تتمك الكلام، تعال انظر ماذا قال: إن هذا الكتاب موضوع لا أصل له. قلت: وقد رأيت الكتاب المذكور، ومنه إنما يخشى الله من عباده، برفع الهاء ونصب الهمزة، وقد راج ذلك على أكثر المفسرين ونسبوها إليه، نسبوها إلى أبي حنيفة، وتكلفوا توجيهها، وأبو حنيفة رضي الله عنه بريء منها. أترك يرى إن النعمة في القرى ما استنصرى ما استنصرى. يقول يا مولا جامعين هاي سنة زيادة تلا ما يزيادة ميانا بابا ما يقولشت بو إشي غربة. شو ده صحيح حقيق سيدي النسبي، حقيق حضرتكم حقيق شيخنا. الأمر يحتاج دائما إلى قراءة وتوسع. يا شيخنا الذي لا يقرأ يفوته كثير، والله يفوته كثير. المهم اسمع مولانا حتى لا نطول عليكم بعد العشاء. كيف نشأت القراءات؟ لاحظ، القراءات أصلها الأحرف السبعة، أما القراءات غير الأحرف السبعة. اسمع الآن، الصحابة الكرام سمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم، تعلموا القرآن، بعضهم سمع آية بهذا الحرف وآية بحرف آخر وآية بحرف آخر، تمام؟ النبي صلى الله عليه وسلم مرة يقرأ هكذا، مرة يقرأ هكذا، عندما يعلم أصحاب القرآن. اسمع الآن، القرآن نزل بسبعة أحرف، والنبي صلى الله عليه وسلم بلغ بسبعة أحرف،
نعم ما ليس كل إنسان حفظ سبعة أو حفظ أبدا. تمام مولانا؟ ماذا سمع من رسول؟ كما سمع حفظ. ما قلت لك سيدنا عمر لما سمع الرجل يقرأ بخلاف يعني ظنه يخطئ في القراءة. أستاذ عثمان رضي الله قلتم كتب على موافقة أحرف بأي أحرف؟ سبعة أحرف. السبعة أحرف طبعا سيدي. إيه؟ لا 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 كتب مرة واحدة بما يناسب الأحرف السبعة. اسمع الآن يا حبيبي ما معنى الأحرف السبعة؟ ليس أحرف قراءات قراءات يعني. اسمع الآن يا مولانا عندك ما كان المصحف فيه نقط، فعندك آية قراءة يقرأ تفعلون قراءة يفعلون. تمام نفس الشيء لا يوجد نقطة. نقطة يفعلون تفعلون. والذين هم لأمانتهم والذين هم لأماناتهم بالجمع وبالإفراد. تمام وهكذا. المهم كله نفس الرسم لكن ماذا يختلف؟ التشكيل. مثلا يوجد تقديم وتأخير. تمام تقديم وتأخير. مثلا في سورة إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة ها فيقتلون ويقتلون. يوجد قراءة فيقتلون ويقتلون هذه هذا حرف. وهكذا يوجد إمالة والضحي. رسم واحد فقط. نعم لكن انتبه الآن هم كتبوا ستة مصاحف يوجد أما لا يوجد كلمة كررت مرتين. لا لا مولانا أبدا. أقصد الأحرف السبعة نفس الكتابة. من أراد أن يقرأ بهذا الحرف يستطيع وبهذا الحرف يستطيع نفس الكتابة. لكن عندما يوجد شيء لا يمكن كتبوا بعض النسخ يعني لا يمكن أن يكتبوا القراءتين في مصحف واحد. ماذا فعلوا؟ كتبوا هم ست نسخ هذا المصحف بهذه القراءة والمصحف الآخر بالقراءة الأخرى. مثل ماذا؟ وصى أوصى. هنا لا يمكن والله لا يساعد فكتبوا مصحف وصى مصحف أوصى. عثمان رضي الله كتب آخر مصحف يعني. سيدي عثمان ما كتب شيئا. نعم. اللجنة تكتب. لجنة. يعني جماعة. 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 هيئة. هيئة. نعم. بإشراف سيدنا عثمان وضع على رأسهم زيد ابن ثابت. رضي الله عنه. تمام. طيب. كل إنسان تعلم القرآن بحسب ما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ماذا حصل؟ انتشروا في الدنيا. من هم من ذهب إلى مصر؟ من هم من ذهب إلى الشام؟ من هم إلى كل مكان؟ كانوا يعلمون القرآن كما تعلموا. فانتبه الآن مثلا في قراءة حفص جاء صحابة سمعوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه القراءة فعلموها. صحابي قراءتنا ليس فيها إمالة إلا في آية واحدة بسم الله مجريها. هذا الصحابي سمعها بالإمالة علمها فدخلت في قراءتنا. فانتبه مولانا أهل الشام تعلموا القرآن هكذا، أهل مصر تعلموا هكذا، أهل المغرب تعلموا هكذا، أهل العراق تعلموا هكذا بحسب ما سمعوا. لكن كان يوجد في كل قطر علماء
ضابطون. انتبه مولانا. فهذا الإمام أو الأئمة 13 مشهورون بالقراءة يرجع إليهم الآن في زماننا عندما نختلف في هذه القراءة، إلى من نرجع؟ إلى شيوخ القرآن الكبار، نقول هذا صحيح أنا صحيح أو هو. فالحقيقة قراءة حفص مثلا، قراءة الكوفة، هم القراءات السبعة الأولى الذين اشتهروا، قراءة نافع في المدينة وله راويان ورش وقالون. المهم فقط القراء، نافع في المدينة، ابن كثير في مكة، أبو عمرو ابن العلاء في البصرة، ابن عامر في الشام، هذا أربعة، وثلاثة في الكوفة وهم عاصم والكسائي وحمزة ابن حبيب الزيات. وعاصم له راويان حفص وأبو بكر ابن عياش، شعبة نعم. المهم ما معنى أن هؤلاء نسبت إليهم القراءات؟ لأن هؤلاء، هذا مثلا حفص أو عاصم، كان شيخ القرآن في زمانه، فكيف كان يقرأ؟ كان يقرأ هكذا، جمعت كتبت قراءته هكذا. الناس يسمعون منهم القراءة. سيدي الآن عندما نقول مذهب أبي حنيفة، هو أبو حنيفة أو هو وتلامذته وأتباعه؟ هذا هو. أيضا هذه قراءة حفص، قراءة عاصم وتلامذته، تمام مولانا؟ الآن قل لي ماذا كان يقرأ رسول الله، ما قراءته؟ فهمت مولانا؟ فهل يمكن أن تقول والله قراءة الرسول صلى الله عليه وسلم كانت قراءة حفص أو قراءة ورش أو قراءة قالون أو كلهم أخذوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم الأحرف السبعة ثم انتشروا في الدنيا، انتشرت هذه القراءات. فمثلا قراءة حفص فيها من هذا الحرف وهذا الحرف وهذا الحرف، قراءة ورش فيها من هذا الحرف وهذا الحرف وهكذا. المهم ما ضاع شيء من القرآن الكريم، كله موجود. نعم سيدي، قلتم أن الإمام الجزري زاد ثلاثة قراءات أو ثلاثة قراءات، كيف؟ تمام. يوجد بعض العلماء مثلا يعقوب الحضرمي، هذا له وجوه أكثره متواتر، لكن له بعض الوجوه المشهورة ليست متواترة. ابن الجزري حقق فيها فوجدها صحيحة 100%، ولو ما جاءت في القراءات الأخرى، لكن ليس القرآن. اسمع سيدي، هذا القارئ يقرأ القرآن بما يوافق كل القراء، لكن يزيد حرف. ها القراء الأخر يعرفون هذا الحرف، لكن في قناعتهم أن هذا الحرف غير متواتر، هو وجده يا سيدي. اسمع الآن، مثل البخاري ترك حديثا ثم مسلم على قواعده وجده صحيحا، تمام. لكن لا تقل إذن القرآن، أرجوكم لا تقل القرآن إذن فيه بعض الكلمات يعني مش أبدا. افهم ما هو الذي اختلف فيه، وجه من الوجوه، نوع من القراءة، أما ليست الكلمة. يعني هذه الكلمة تقرأ بعشرة وجوه، إذن الكلمة موجودة. انتبه الآن، كفوا أحد
كفوا أن أحد، بالوقوف على الهمزة، يعني كفوا أن أحد، كفوا أحد بدون وصل، يعني يوجد سكتة قليلة عند كل كذا. فإذا يوجد مولانا ماذا يوجد؟ إن شاء الله تقول والله يوجد إذا كفوا، هل موجودة من القرآن أو غير موجودة؟ ليس هكذا. أما هذا الوجه مثلا كف تسكين مع الهمزة، كف أن، كف أن أحد، كف أن أحد، هل هذا موجود أو غير موجود؟ فهمتم؟ وجه، يعني هذه الكلمة تقرأ بعشرة وجوه مثلا، تسعة متفق عليها، يوجد وجه غير متفق عليه، ابن الجزري وجده صحيحا. لا تقل إذن يوجد كلمة في القرآن، أبدا لا يوجد هكذا أبدا. فما شاء الله ابن الجزري، يعني اقرأ اسمع ماذا يقول عنه الدكتور أيمن سويد، يعني هذا أعجوبة من الأعاجيب، أعجوبة من الأعاجيب هذا الرجل. تمام مولانا؟ فهو وهو طيبة النشر، يعني انتبه مولانا، الشاطبية والدرة فيها وجوه قليلة، أما طيبة النشر، لذلك من يحفظ القراءات العشر من طريق الطيبة هذا يكون أعلى بكثير من يحفظ القراءات العشر من الطيبة من الشاطبية والدرة، أعلى بكثير. لأن يعني تعرف كم وجه يوجد للقرآن؟ مجموعها 1024، لكن ما أصلها؟ الأحرف السبعة. يوجد إذن في النتيجة، وأنا لست قارئا ولست عالما بالقراءات أبدا أبدا أبدا، ولكن أنا أعطيكم فكرة فقط من أين جاءت هذه القراءات وهذه، لا يوجد حرف كلمة بالقياس، كله مسموع من الرسول عليه الصلاة والسلام. لا توجد كلمة بالقياس، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قرأ النبي، نقول إذا نقيس النبيين، نقول أن بدل النبيين، نعم النبيين، بالقياس على النبي، لا يوجد هكذا. قرأ النبي صلى الله عليه وسلم النبي والنبيين، لا يوجد شيء بالقياس. تمام؟ مثل إنسان يقول رسول الله مذهبه حنفي أو شافعي، ماذا نقول؟ نقول رسول الله عليه الصلاة والسلام نعم هو أصل هذه الشرائع، ثم بعد ذلك اختلفوا في فهم بعض الأحاديث فنشأت هذه المذاهب. نحن نقول الصحابة الكرام أخذوا الأحرف السبعة من رسول الله عليه الصلاة والسلام وانتشروا في الدنيا وعلموا الناس، فنشأت قراءات في هذه البلد بحسب ما سمعوا من الصحابة الكرام، فتكونت قراءة، هذه البلد تختلف عن هذه القراءة. فجاء ابن مجاهد وجمع، طيب إلى من تنسب القراءة؟ إلى من تنسب؟ لا إلى من هو أعلم إنسان. يعني الآن مولانا أهل الكوفة، انتبه الآن، ابن مسعود ذهب إلى الكوفة، من ورث علم ابن مسعود؟ أبو حنيفة، ليس منه مباشرة يعني بعد، فأبو حنيفة. طيب الآن أبو حنيفة الذي ورث ابن علم ابن مسعود أو أهل الكوفة؟ لا والله أهل الكوفة كلهم، صح مولانا؟ أهل الكوفة كلهم هذا دينهم ومذهبهم، لكن لماذا نسب إلى أبي حنيفة؟ لأنه أعلمهم، ولأنه هو وتلامذته من قعدوا ومن دونوا، من وضعوا القواعد، وضعوا الضوابط، وهكذا ينسب. كذلك القراءة،
تنسب إلى عاصم، لكن كل أهل الكوفة يقرؤون هكذا، لكن من عادة القراءة. لذلك إذا جاءك أحد يقول كيف تتركون كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام وتأخذون بقول أبي حنيفة، قل له أنت كيف تترك قول الله وتأخذ بقول عاصم أو حفص عن عاصم؟ ماذا يجيبك عن عاصم؟ أنت أجبه عن أبي حنيفة، نفس الجواب، تمام؟ إذا قال لك قل لو أنت قراءة من تقرأ، قل قراءة حفص، تقول سامحك الله قرأت تركت كلام الله وأخذت كلام حفص. قل لا هو كلام الله، لكن هذا جمعه حفص. نقول أيضا هذا الكتاب والسنة، لكن جمعه أبو حنيفة، فهمه أبو حنيفة، هذا هو. نحن لا نتبع إلا الكتاب والسنة. الناس يقولون كيف دخل إسرائيليات إلى التفاسير، يعني هكذا. اسمع مولانا، كيف دخل كل حق محارب، يعني إذا حاربوا المسلمين بالقتل لا يحاربونهم بالدس والوضع، الحق يحارب بكل أسلوب، يحارب بالقتل وبالكذب، ومن ضمن الحروب أن يوجد بعض الناس يكذبون على رسول الله عليه الصلاة والسلام ويضعون الحديث، هذا واحد. ثانيا، بنو إسرائيل عندهم قصص وينشرونها، اليهود والنصارى ما زالوا موجودين وكانوا يعيشون بين المسلمين وينشرون قصصهم، تمام؟ المسلم يسمع وتنتشر هذه القصص بين المسلمين، بعض العلماء يكتبها، يسمعها يكتبها، والرسول عليه الصلاة والسلام قال اكتبوا ما في مشكلة، حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. لكن انتبه الآن، الإسرائيليات ثلاثة أقسام: قصص جاء القرآن بتكذيبها فلا يجوز أن تروى أبدا، شكرا سيدنا، وقصص أيدها القرآن فتروى ما في مشكلة، ويوجد قصص لا أيدها القرآن ولا نفاها القرآن، فإن شئت صدق إذا لا تخالف الشريعة، إن شئت صدق وإن شئت لا تصدق. ولكن يا مولانا اسمع الآن، كما يوجد في الكون أمراض، قل لي لماذا الله أوجد الأمراض؟ امتحان. يوجد أطباء يعالجون المرض، لماذا أوجد الله من يدخل الإسرائيليات في تمام؟ امتحان. يوجد أيضا أطباء يخرجون هذه الإسرائيليات يشتغلون فيها، واضح مولانا؟ القرآن والحديث وكل فن من الفنون، نعم. أي 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 لا شك، وأبقى القرآن بحسب، يعني عنده مثلا كما قلت لك، ووصى بها إبراهيم بني، وأوصى بها إبراهيم أهل المدينة مثلا، هو ترك عنده مصحف اسمه المصحف الإمام، كيف كان يقرأ أهل المدينة مثلا؟ ووصى، ترك هنا، كيف كان يقرأ أهل العراق مثلا؟ أرسل إليهم مصحف. لكن يوجد قراء، اسمع الآن، إذا يوجد ستة مصاحف يوجد ستة آلاف حافظ،
هم ما رب الآن يوجد حفاظ قرآن؟ كيف تظن الاهتمام في القرآن الآن أكثر أو من في الصحابة؟ تمام؟ فالآن لو ذهب إلى القرآن وأوصى، لكن يوجد حفاظ يعرفون أنه يوجد قراءة ووصى، لذلك الآن يوجد قرآن إخواننا، الآن المصاحف الموجودة كل مصحف بحسب القراءة، يعني يوجد قراءة الآن، قراءة ورش، قراءة قالون، قراءة كذا، يعني ليس كل المصاحف الآن تطبع مثل هذا مثل مصحفنا، يعني اذهب إلى ليبيا تجد قالون، اذهب إلى المغرب تجد ورش مكتوب بحسب قراءتهم، بحسب قراءتهم. طبعا تعرف الشيخ حسان الهندي؟ لا تعرف؟ ايه، مرة هو ضرير سبحان، لكن عالم قل نظيره. شيخنا لا يوجد فن من الفنون، فقه، أمور عقلية، أصول، أصول، أصولي، عقيدة، منطق، غريب هذا الرجل مع أنه لا يبصر. إظهار الحق؟ ها؟ إظهار الحق كتاب له، إظهار الحق. لا 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 لا، إظهار الحق هذا لرحمة الله الهندي قديم، أنا أكلمك عن رجل يعيش الآن. نعم. أين؟ في الشام. ما زال في الشام. أستاذ الأساتذة حقيقة. نعم. اسمه حسان الهندي. الهندي حسان. نعم شامي. وليس كبيرا في العمر، يمكن أكبر مني بقليل يعني، أو يعني، لكن ما شاء الله ما شاء الله. المهم هو ضرير ويحفظ القرآن. فمرة كنا نتناقش في مراجعة القرآن، قال لي كيف تراجع القرآن وكم تراجع القرآن وكفى، قال والله نحن نجد مشكلة، لأننا نحن لا يوجد لنا مصحف إلا على رواية قالون. أنا ما فهمت من يقصد نحن، لأنه هو يقرأها بأصابعه يقرأ. تمام. فيوجد قرآن حروفه نافرة، يقرأ عندما يراجع القرآن هكذا ويعرف ماذا يقرأ. المهم فهو يقول والله أنا عندي مشكلة، يعني عندما أراجع على قالون، نحن ما عندنا إلا على قالون، وأنا لا أفهم. أقول له يعني من أنتم، لماذا لا أفهم؟ يقول نحن. فقال لي نحن العميان ما عندنا إلا، فأنا لا أفهم. يقول لي نحن ليس لنا مصحف إلا على قالون، وقراءتي على حفص أنا، فأجد مشكلة. الله. فهو يقول نحن وأنا لا أفهم، يعني يقصد هو الذي لا بصر له، فهم ما وضعوا لهم قرآن يعني حروفه نافرة إلا على قالون. إيه. ذابت إلى الأمصار. هو المصحف الإمام بقي في المدينة الآن، أين هو لا أعلم. يمكن لا أعلم، هذا يرجع إلى التاريخ. أما إلى الكوفة والبصرة أرسل، يعني إلى الكوفة وإلى البصرة. عندما يسأل الطلاب كنت أقول الكتابة واحدة بالقراءة السبعة، هكذا كنت أقول، في خطأ إذن. يعني كتابة يعني قراءة السبعة قراءة، الكتابة واحدة. لا لا، حتى الكتابة يوجد خلاف فيها. نعم، لكن ليس شرط، يعني مثلا انتبه الآن، أنت تكتب كفوا ثم بعد ذلك تقرأ
كفوا أحد، كفوا أحد، وهكذا. والله يمكن فيها أكثر من 20 وجه، هذه أكثر من 20 وجه. إن شاء الله يعني ادعوا لي ابني الآن يجمع القراءات. نعم، المهم أشياخنا، هذا هو قصتها. إذن باختصار، النبي صلى الله عليه وسلم نزل عليه القرآن بسبعة أحرف، الصحابة انتشروا في الدنيا، علموا القرآن كما سمعوه من الرسول صلى الله عليه وسلم، نشأت في كل بلد قراءة مختلفة. هذه القراءات طبعا. نعم طبعا. اذا هو ليس فقط كتابة، هو ايضا مشافهة، الحفظ. القرآن الاصل هو مشافهة. مشافهة ابدا. هو العلم لا يؤخذ من الكتاب، العلم تفسير والفقه وكذا لا يؤخذ الا من استاذ. فكيف قراءة القرآن لا تتعلم حتى بالسماع من المسجل أو الراديو أو أبدا؟ ممنوع إنسان لا يقال حافظ قرآن إلا سمع. لو حفظت القرآن يجب أن تكون سمعت ختمة كاملة، أو سمع منك شيخك ختمة كاملة من فمك إلى أذنه. أصلا نحن في الإجازة مكتوب شيخ يوسف، عندما مثلا أنا الحمد لله الله أكرمني أجزت، قرأت على شيخنا الشيخ عبد الرزاق الحلبي القرآن كاملا غيبا. المهم مكتوب في الإجازة، أنا عندما أجيز مثلا أحد بعد أن نذكر السند، مني إلى رسول الله، إلى جبريل، إلى رب العزة جل جلاله، نقول ومن من وفقه الله تعالى فلان فقد قرأ علي ختمة كاملة عن ظهر قلب، من رواية حفص عن عاصم بما تضمنته الشاطبية، لأن شيخنا رحمه الله كان أخذ القراءات من الشاطبية، من طريق الشاطبية، فقواعد الشاطبية أحكامها تختلف عن أحكام الطيبة. يعني في الشاطبية مثلا المد المنفصل لابد أن يمد بالطول، ممنوع، يعني لا يوجد حركتين، لا يوجد المنفصل، ها ليس المتصل، المنفصل لا يوجد، إما أربعة أو خمسة. من طريق الشاطبية لا يوجد المنفصل حركتين، من يقصر من غير طريق. فشيخنا الشيخ عبد الرزاق ما كان يأذن لنا، لأن انتبه مولانا، اسمع يوجد مسألة مهمة. أنت قرأت حفص مالك يوم الدين، لكن سمعت مالك يوم الدين، لا يجوز لك أن تقرأ، أنت ما أخذتها بالسند، لا يجوز لك أن تقرأ. يعني سمعت أنا في الشريط مثلا، لا يجوز لك أن تقرأ، يجب أن تقرأ كما علمك شيخك. وقالت هيت لك هيت. لا يجوز هكذا أن أقرأ؟ أخذت أنت هذا بالتواتر؟ سمعت من أبو الصمد. نقلب يعني. نعم أنا سمعتها. فانتبه الآن، نحن المد طالما طريق شيخنا بالمد لا يجوز أن نقصر. إيه كان أبدا لا يأذن لنا، يعني عندما نسمع قرآن مثلا، شيوخنا عندما نقرأ قرآن مثلا نقصر، يقول كرر، مع أنه يوجد وجوه متواترة، لكن ليس من طريق الشيخ، ما أخذ عن شيخه هكذا. يا سيدي يوجد دقة دقة دقة، لا يوجد لعب في الدين، خصوصا في القرآن، خصوصا في القرآن. فأنت إن شاء الله حفظت القرآن،
إذا لم يكن لك سند إلى رسول الله ما حفظت القرآن، لست حافظا. في تركيا لا يوجد الإجازة في الحبس والله لا بد منه. نعم لا بد منه. الحفاظ كثير ولكن لا إجازة له في الحبس. والله لا بد منه، لا بد منه، مهم جدا هذا اتصال السند. يقول من أجل ذلك ينسى يعني. ها؟ بسبب هذا بدون الإجازة الناس ينسون الحفاظ يقول. لا يقبلك يقول. ولكن يقدمون في الإجازات، أنا أرى يقدمون شهادات، ما هذه الشهادات؟ من الديانة من الوقت. صح. شهادة. يسأل أسئلة. يعني أليس هناك شيوخ في تركيا عندهم إجازة هذا السند؟ سند لا يوجد. قاري لا هذا فقط قراءة يعني، ليس من حفظ القرآن، فقط قراءة يعني. إجازة يوجد؟ قراءة يعني قاري، ليس من حفظ. ما الفرق؟ أنا حافظ مثلا، حفظت القرآن كله، لكن لم أخذ الإجازة للحفظ. ماذا أخذت؟ أخذت الإجازة بعد دراسة العربية. فهمت. قراءة يقول للقراء يوجد إجازة. أنا لست بقارئ، أنا حافظ. يعني يوجد للقراء العشر إجازة بالسند؟ نعم. ما الفرق إذا يوجد بالعشرة والواحد لا يوجد؟ مثلا طالب حفظ القرآن رواية حفص يعني. تمام. لا يأخذ الإجازة بهذا السنة. لماذا؟ في تركيا عادة هكذا. لا يعني إذا تعلم القراءة السبعة عشرة يعني. قراءة السبعة إذا تم. طيب لماذا لا يجاز في قراءة واحدة؟ لا يوجد عادة. لا نأخذ. ما عادة. أصبح عادة حتى العرف. يوجد أوراق رسمية. إذا تعلمت قراءة السبعة. يا سيدي. إجازة يوجد. طيب الآن أكثر الناس يحفظون مرة قراءة والسبعة مرة، هذا يجب أن يجاز حتى يجيز وينتشر هذا الأمر. لا عرف في تركيا هكذا، لا بد منه. والله منذ أيام جاء مفتي أستراليا أصله مصري، جاء لأنه قال هناك في مدينة مدن كاملة لا يوجد قارئ معه، جاء بابنه ما شاء الله يحفظ حفظا عجيبا. تمام. طلب مني أن أقرأ، ليس قبل أيام، قبل سنة تقريبا، كنت أنا أدرس في الاختصاص في ملا مراد، جاء إلى هناك عن طريق لا أعرف من دله علي. المهم طلب مني، قال نحن نبقى في تركيا 15 يوما، نريد أن نقرأ إجازة. قلت والله أنا أتشرف، ما عندي وقت. أخذته إلى الشيخ خالد درويشة، هذا في وقف دار السلام، ما شاء الله أعطاه وقت فقرأ عليه، هو ما شاء الله متقن إتقان عجيب هذا الشاب الصغير، أعطاه إجازة. الآن هنيئا له. الآن ماذا يعلم في أستراليا؟ السند ينتشر منه، لو أطال الله عمره يصبح شيخ والله من الآن يستحق أن يكون شيخ القراء، عنده قراءة مخارج حروف ما شاء الله، مستوى عالي جدا. أذن العشاء أظن. طيب يوجد سؤال؟ يوجد. إيه. ابن مسعود سعيد ذهب إلى كوفة فنشر مما ما سمع النبي صلى الله عليه وسلم، بعده مثلا اشتهر هذا البلد قراءته يعني، بعده قراءة أو علمه؟ علمه أيضا مثلا قراءة يعني. بعده عثمان، سيدنا عثمان رضي الله عنه يعني أرسل إلى كوفة لقراءة عبد المسعود يعني هكذا. لا 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 لا. الذي أرسله سيدنا عثمان كل المصاحف واحدة لا تختلف، إلا في شيء واحد مختلفة. ما هو؟ إذا لا يوجد كلمة أو كل القراءات تجمع في كلمة كتبها في كلمتين، مثلا وصى أوصى كتب
نسخة وصى، نسخة أوصى. أما كل القرآن كل النسخ متماثلة بدون نقطة، بدون نقطة طبعاً.